لازم تعملي العملية بالوقت المناسب. الوقت مو لصالحك أبدا. ما عندك أمل تصيري أم بعد هالعملية. أنا آسفة. يلا انتي جاهزة؟ بدنا نفطر سوا. ومن امتى بنفطر سوا؟ ما بقدر روح لمحل، عندي شغل كتير ولازم اخلص كل شي عندي. حياتي شو نسيتي انه انتي من صاحبين هالشركة؟ نسيتي ولا ذكرك؟ يعني فيكي تتأخري شوي صغيرة. لا ما حذرتي ابنهم. ليكي انا ما بيهمني كل هالحكي، اجلت المرضى مشان اطلع معك وبدنا نروح نفطر سوا. لازم موضوع امبارح نحكي فيه اكتر. يلا انا حجزت طاولة، يلا خلينا نروح. القهوة جاهزة، فوتي اشربي لبين ما البس. هذا الشارع اكل من رجلي الشقف، بس بتعرفي انه هي اول مرة بعرف انه هون في جنينة؟ يمكن انتي بتشوفي بس يلي عبالك تشوفي. حبيبتي؟ وين ما بروح بشوف اطفال على طول. شو سخيف هالشي؟ لا ماله سخيف، الاطفال موجودين. بس انتي هلأ عم تشوفيهم لأنك عم تفكري بالموضوع. أكيد، لأنه هالشي ما بقى أحصل عليه بحياتي. أصلاً ما بتعرفي قيمة الشي لحتى تفقديه. أكيد انتي كان طموحك تصيري أم من جوا، بس كنتي مشغولة عن هالفكرة. امبارح كان في عشاء عائلي شي بشهي، والله اشتهيتك تكوني معنا. عم تتصل لتشوفني إذا رايقة. لو كنت بعرف خالتي شكران إنها بتجي معنا كنت رديت عليها بدالك. على كل حال ردي عليها. إيه أمي أهلين. ما قدرت حاكيك امبارح، كنتي مستعجلة. أنت التقيتي مع ظفر ولا لا؟ مشان زبط لكم موعد تطلعوا سوا. والله يا أمي قلت لك 100 مرة إنه ما عندي وقت لهالتفاهات هي. لازم أهتم بالحملة للترويج للمنتج. بس يا بنتي أبوك هو العقبة الوحيدة، وإسماعيل اتصل فيه حتى جابوا سيرة ظفر أكثر من مرة. شو فيه؟ شو خسرانة؟ أنا هلأ بالطريق، معلش اتصل فيكي شي ساعة تانية؟ نحكي على رواق. شو بك؟ مين ظفر؟ كيف سمعتيه عم تقول اسمه؟ لا تخافي علي، هو بيكون ابن حدا من رفقات بابا، بدهم يفرحوا في اهله، وعلى طول عم يقنعوني لحتى نشوف بعض. ايه ليش لا؟ شوفي شبنا، ما قلت لك ما عندك وقت؟ انت تعرفي عليه، بلكي كان هو الشخص المناسب. بجوز. بس انا ما عم فكر بالموضوع، بعدين انا بدي شيء حقيقي، ما بدي شيء تقليدي مثل اخي ومرته. بدي مثل ما تزوجوا اهلي من زمان. انتي علاقتك مع ابوكي طاهر مثل علاقة الحب والكره بنفس الوقت، وبتعرفي هالشي منيح. بتضلوا بتتخانقوا على القصص اللي بتكرهيها بشخصيته، وبعدين بترجعوا بتتصالحوا لانكم عيلة وبتحبوا بعض.